كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. مساكنات الحي الهرارش، حنا جينا عن هاد الوقفة احتجاجية كنطلبوا بالحقوق ديالنا، الطريق ما عندناش، الضو، واد الحار، حنا باقيين بالحفاري قدام الباب، حنا الحفاري باقيين عندنا قدام الباب، ما عندنا لا واد الحار لا ما لا ضو، الشوارع ما معدلينش، الطريق مهم الطريق ما فيهاش الضو، حنا مضرورين بزاف بزاف، ما عندنا مدرسة، ما عندنا طبيب قريب، ما عندنا حتى شي حاجة، حنا مضرورين بزاف بزاف، حنا عينا ما نعملوا الوقفة، عينا ما نعملوا شكايات، عدات مرات حنا نعملوا في الشكايات، ما كيوصلوا لنا حتى شي حاجة. في الساعة الانتخابات كيقولوا غنعملوا لكم ونعدلوا لكم، ملي كيمشيو في حالهم كيقضوا المصلحة ديالهم، ديك الساعة ما كيبقاو ما كنبقاوش نشوفوهم أصلا ما كنشوفوهمش، حنا مضرورين بزاف بزاف، الترامبية ما كايناش، المهم حنا مضرورين بزاف.